يعطيكم العافية يا شباب. اليوم أنا في فيت هاوس المقطم. مقطم في مصر منطقة معروفة إنها جواها حلو، فالجيم ده ميزته بصراحة إن أنت الكارديو مش محتاج تعب في الجيم أصلا. اليوم أنا في استضافة كابتن قرموطي عشان هدربه هو وبطل طالع على الساحة جديد، ويت فور هيم، كابتن دعبس من تدريب كابتن محمد كمال ومن تيم يوسف فيتنس إن شاء الله. هنصور معاه تمرينة كتف لوز. طبعا كابتن دعبس احد الابطال اللي قدام ان شاء الله انا متاكد ان ليه مستقبل عظيم جدا، خصوصا ان وراه قامه كبيره زي كابتن محمد كمال وزي تيم يوسف فتش ان شاء الله. بطل الثاني معانا النهارده اللي هو القرموطي، في الاساس لاعب كلاسيك ماشي، بس طبعا السنه الجايه ان شاء الله ناوي يطلع ليفل ويبتدي يلعب في البادي بيلدينج. انا بس حابب اوضح نقطه واحده، ان انا بقالي فتره في مصر عايز اقارن مقارنه بسيطه بين بطل وبطل برضو بس من دوله تانية مثلا من الكويت او حاجه، فانا عايز اقارن حياه البطل ده بحياه ابطال تانية بره. فانا بس عايز اتعرف على دعبس واعرفكم عليه من ناحيه الكمال الاجسام. انت دخلت اللعبه دي انت دلوقتي عندك كام سنه؟ اولا 18. عنده 18 سنه. طب بالك قد ايه بتلعب؟ بقالي 11 سنه ما شاء الله تبارك الله احنا. ودلوقتي انت عندك كام سنه؟ عندي 27. 27 يعني زي ما نقول قاري في المجال وعارف الدنيا كلها. الحمد لله. طيب وانت بتبقى حاليا البطولات اللي ناوي تجهزها السنه الجايه، هنفترض انك احترفت ان شاء الله باذن الله. باذن الله. الخطوه اللي وراها هتعمل ايه؟ هل لو احترفت هتكمل تجهز في مصر هتكمل تجهز بره؟ هتعمل ايه؟ ناوي على ايه؟ هجهز بره طبعا. الابطال دايما بيشوفوا الاماكن اللي تفيدهم، زي ما هو مختار كابتن كمال دلوقتي قدام لما يتأهل هيفضل مع كابتن كمال مثلا، بس لازم يختار بيئه تاني، مكان تاني، وضع تاني عشان يطور نفسه، يتدرب مع محترفين. يعني هو النهارده بيتدرب مع دعبس، بكره ممكن تلاقيه بيتدرب مع اي بي بي برو، او دعبس نفسه بيتدرب مع اي بي بي برو. كل ما يجي يوم يعدي عليك في المجال ده وفي اللعبه دي ما طورتش من نفسك فيه، يبقى انت كده انسان فعليا لا تستحق المجال ده. انا شايف في مصر ناس كتير جدا في الضياع للاسف الشديد، يعني فعليا ولا دعم ولا بطيخ ولا اي حاجه، والناس تعبانه وشغاله زي دعبس زي الراجل ده، تعبانين على نفسهم فعلا. خش معانا تمرين اكتاف هيقطع الدنيا ان شاء الله. والله بينا. طيب انت دخلت بقالك قد ايه المجال ده؟ 3 سنين. 3 سنين مع كمال بقالك قد ايه؟ سنه ونص. عشان تتمرن مع كمال بتمر بايه عشان توصل لكمال لغايه بعين شمس؟ بتعمل ايه بقى؟ قول لي كده يومك كده على السريع. بروح الشغل مثلا، بمشي مثلا الساعه 2 ونص، قبل ما اوصل الجيم يبقى الساعه 4، بوصل في ساعتين وبرجع في ساعتين. يعني بيضطر انه يروح للجيم في ساعتين ويرجع في ساعتين، في 5 ساعات غير التمرين، غير وجباته، غير شغله، غير دراسته، وعنده 18 سنه. وهحط لكم فيديو في بطوله وهو عنده 16 سنه. تبقوا عارفين الناس دي بتعمل ايه هنا. بس خش تمرين كتف بقى. اول تمرين يا جماعه كتف خلفي هيكون على جهاز السحب الارضي، اوكي؟ اسحبوا الكوع لفوق، لازم الكوع يكون لفوق، لو سحب الكوع لتحت هيدخل على الظهر. هو دلوقتي بيلعب كتف. طبعا زي ما شايفين احنا ما بنحتاجش نرجع الرجعه للاخر بكام، ترجع زياده، ده غلط، ده هيدخلك اجزاء من نص الظهر. انت عايز تلعب بس كتف خلفي، هيلعب 15 عده، كوع لفوق شويه. واحد وسع ايده، وسع ايده، وسع ايده. Let's go. 1 2 1 2 1 3 up 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 واحدة. زقف صدرك واطلع لقدام، مش شويه قدام، زقف صدرك هنا، زقف زقف، ارفع لفوق. واحد 1 انزل 1 2 اب 1 3 اب، زقف صدرك 1 4 1 5 1 6 عاش 1 7 العب 1 8 1 9 ريح عاش. اسد 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8. من ضمن الحاجات المهمه
تمرين الاكتاف الخلفي بالذات، لان تمرين الاكتاف الخلفي من ضمن العضلات الصعب الانسان يطورها الا اللي عندهم جينات الطفره. يعني اكثر طريقه بتفيد في موضوع الاكتاف الخلفي الثبات شويه، كل عده حاول تثبت ثانيه الى ثانيتين، بس تدي بريشر زياده على العضله حيديك تطور اسرع من انك تلعب سريع سريع دائما. اوكي اوكي انا نحط اكتر من تمرين ورا بعض بيبقى اكتر من نوع. في عندك السوبر سيت اللي هو بيكون تمرينين فقط، العب ها اوكي روح في السوبر سيت ده يعتبر تمرين سوبر، في تري سيت اللي هي ثلاث تمارين، في الجاينت سيت اللي هو ما يعلو الثلاث تمارين تعتبر جاينت سيت، وفي السيركت اللي هو ما بيعتمدش على الراحه بقى في النص. يعني احنا ممكن نعتمد على الراحه شويه بس السيركت ما بيبقاش فيه راحه خالص. فوق فوق راسك هنا اوكي اوكي خليك تحت شويه اب بس رايح كتف اشتغل الحمد لله. على هادي يا زبادي، اوزان خفيفه تمرين صح يطلع من التمرين مظبوط. ما زي ما احنا شايفين هو في وسط المعاناة برضه بيقف الهولد بتاعه قبل ما يوصل للنهاية، مع انك لو وصلت النهاية هترتاح شوية بس عشان خاطر يفضل مركز على عاش 1 3 عاش 1 4 عاش 1 5 ما ترجعش قوي 1 6 عاش 1 7 اوكي 1-8 nice 1-9 1-8 1-10 sorry 1-1 عايز 4 كمان 3 كمان 2 1 خش كتف جانبي يلا اطلع اطلع يمين ايوه اطلع قدام الدعبس بس شوية يا حبيبي عاش يلا سايد يلا 1 2 3 4 5 عاش 6 اوكي تنفس 7 صوت قدامك عاش 9 10 2 مور 1 ريح خش على البار عادل ولا مقلوب؟ لا مقلوب عادي عادي سوري كده كده ايوه يلا ليتس جو 1 2 عاش 1 2 اسد بس 1 3 1 4 1 5 1 6 ما شاء الله 1 7 1 8 1 9 1 10 2 مور 1 مور انزل تاني 1 2 اب انزل تاني 1 2 اب انزل تاني انزل 1 4 اب انزل 1 5 اب انزل 1 6 up عاش 1 7 up 1 بيبسي 7 up بقى فاهم 8 up يلا 1 9 يلا up 3 مور بقالك 3 عاش اديهم سريع 1 2 3 عاش جميل دي كده جوله اسف شغلت الكتف من جوله صح؟ stress away stress is old news that's yesterday now I gotta go get the pay hey, hey. I got girls from far but girls from near they nothing like my dog to my dog who real my team on smoke come on don't you say that you're gonna stick by me for the rest of the way make it through to take the stress away stress is old news that's yesterday now I gotta go get the pay hey, hey. I got girls from far but girls from near they nothing like my dog to my dog who real my team on smoke come on don't you say that you're gonna stick by me for the rest of the way make it through to take the stress away stress is old news that's yesterday now I gotta go get the pay hey, hey. I got girls from far but girls from near they nothing like my dog to my dog who real my team on smoke come on don't you say that you're gonna stick by me for the
the rest of the way. Make it through to take the stress away. Stress is old news, that's yesterday. Now I gotta go get the pay. Hey, hey, hey. I got girls from far, got girls from near. They nothing like my dog, and my dog all real. My team on smoke, and my don't you say. Unless you're gonna stick by me for the rest of the way. Make it through to take the stress away. Stress is old news, that's yesterday. Now I gotta go get the pay. Hey, hey, hey. I got girls from far, got girls from near. They nothing like my dog, and my dog all real. My team on smoke, and my don't you say. Unless you're gonna stick by me for the rest of the way. Make it through to take the stress away. Stress is old news, that's yesterday. Now I gotta go get the pay. Hey, hey. I got girls from far, got girls from near. They nothing like my dog, and my dog all real. My team on smoke, and my don't you say. Unless you're gonna stick by me for the rest of the way. Make it through to take the stress away. Stress is old news, that's yesterday. Now I gotta go get the pay. Hey, hey. I got girls from far, got girls from near. They nothing like my dog, and my dog all real. My team on smoke, and my don't you say. Unless you're gonna stick by me for the rest of the way. Make it through to take the stress away. Stress is old news, that's yesterday. Now I gotta go get the pay. Hey, hey. I got girls from far, got girls from near. They nothing like my dog, and my dog all real. My team on smoke, and my don't you say. Unless you're gonna stick by me for the rest of the way. Make it through to take the stress away. Stress is old news, that's yesterday. Now I gotta go get the pay. Hey, hey. I got girls from far, got girls from near. They nothing like my dog, and my dog all real. My team on smoke, and my don't you say. Unless you're gonna stick by me for the rest of the way. Make it through to take the stress away. Stress is old news, that's yesterday. Now I gotta go get the pay. Hey, hey. I got girls from far, got girls from near. They nothing like my dog, and my dog all real. My team on smoke, and my don't you say. Unless you're gonna stick by me for the rest of the way. Make it through to take the stress away. Stress is old news, that's yesterday. Now I gotta go get the pay. Hey, hey. I got girls from far, got girls from near. Gonna stick by me for the rest of the way. Make it through to take the stress away. Stress is old news, that's yesterday. Now I gotta go get the pay. Hey, hey. I got girls from far, got girls from near. Nothing like my dog, and my dog all real. My team on smoke, and my don't you say. Unless you're gonna stick by me for the rest of the way. Make it through to take the stress away. Stress is old news, that's yesterday. Now I gotta go get the pay. Hey, hey. I got girls from far, got girls from near. Nothing like my dog, and my dog all real. My team on smoke, and my don't you say. Unless you're gonna stick by me for the rest of the way. Through to take the stress away. Stress is old news, that's yesterday. Now I gotta go get the pay. Hey, hey. I got girls from far, got girls from near. They nothing like my dog, and my dog all real. My team on smoke, and my don't you say. Unless you're gonna stick by me for the rest of the way. Make it through to take the stress away. Stress is old news, that's yesterday. Now I gotta go get the pay. Hey, hey. I got girls from far, got girls from near. They nothing like my dog, and my dog all real. My team on smoke, and my don't you say. Unless you're gonna stick by me for the rest of the way. تراجعها بترجع ستريت زي ما هي. لا 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 ركز معايا. بص عليك زي ما هي سيدة تجارة وزق ايه ده جيت عاملة كده لفها لورا لفها لورا كانك بتطرح حاجة. بص اسمع كانك بتزق حاجة لورا. يابا انا بص عليا انا يابا كده ايدك كده. ايوه يعني انت بتطلع كده بترجع كده غلط. دي العكس. انت لعبت كام عدة؟ طبعا قلة الوزن ممكن تدي ايحاء ان التمرين ان هو بيمثل او حاجه. لا فعلا هو التمرين صعب وهو عشان اخر تمرين فبيلعب بوزن خفيف عشان تركيز زي ما شفنا بيكون فيه بالذات الكتف الخلفي. اهم حاجه فيه اصلا بعيدا عمرك ما تلعب وزن في الكتف الخلفي. اكتر حاجه غلط تلعب وزن في الكتف الخلفي. احسن حاجه تلعب وزن في الكتف الخلفي تركيز وتلعب على التيمبو. ايه هو التيمبو؟ هنتكلم عنه بقى. حسن انا عايزك تقول كلمه واحده لشخص بيستهبل او بيطلع اعذار او شايف بيقول لك يا عم انت واحد بتاخد هرمونات بس وكده شايف جسمك كده جبته بالايزي. عايزك تدي نصيحه للناس دي او تدي نصيحه برضو للناس المبتدئين. نصيحتين مني. قول له جرب مش هتخسر حاجه. تعال خد هرمونات زينه وانت هتشوف. هتشوف هتوصل كده ولا لا. تعال وتعال خش التمرينه دي مع كابتن شوف. الله يخليك. شرفت والله يا كابتن. ربنا يوفقك.